قد خرج الملك وأقام وأحبه وإنه يشهد أنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك. أنتم ترون أن أرضنا المباركة هذه قد امتلأت بأمشاج آخرين من غيركم. نغزى اليوم في كل شبر من أرضنا، نغزى في كل لقمة من أقواتنا وأرزاقنا، نغزى في حياتنا وحياة أطفالنا وذرياتنا ونسائنا، نغزى في مقدساتنا، نغزى في أعراضنا. يقول قائلهم إن بفمه أو بلسان حاله، بل رسالتنا هي أن نقتلع الإصلاح ونغرس بدلا منها الإفساد، نفجر أنابيب النفط والغاز، نحرق الأفران كي لا يصل الجائعون إلى لقمة عيشهم، نسد أي نبيع المياه كي لا يصل الظمآن العطش إلى جرعة شرابهم، نغتصب البيوت من أصحابها، نأمر الأسرة كاملة أن تخرج من بيتها الذي تمتلكه، وإلا فلسوف يحرق عليها أو يهدم على رأسها. وكل ذلك يتم باسم ماذا؟ باسم الإسلام، باسم الجهاد في سبيل الله. نرى مخلوقات عجيبة لا عهد للإنسانية بها قط، تنطق بشعارات الإسلام ثم إنها تمعن ذبحا وتقتيلا في البراء المسلمين باسم الإسلام. ننظر وإذا بها تهجر الناس من بيوتهم كما قلت لكم باسم الإسلام. ننظر وإذا بهذه الثلة من الناس ترسم الإسلام من خلال هذا العمل على أنه شيء مرعب أسود قاتم جهنمي يثير الاشمئزاز ويثير الرعب. حرب عالمية معلنة على سوريا من قبل الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي، أولئك الذين صنعتهم أمريكا والذين يسمون القاعدة.
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت كأن عمود الكتاب استلب من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عهد به إلى الشام. ألا إن الأمن والأمان عندما تقع الفتن في الشام. طلب مني أن أخرج من المسكن موجود، المسكن الفارغ موجود، العرب موجود، الأسرة أيضا. شعرني بأنني في هذه المرحلة إن تركت هذا البلد فسوف يكون شأني كشأن أب له أهل وأولاد وأحفاد يتركهم إلى حيث لا يعلم مصيره. والله هذا بشر ذهابي هكذا.